المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف نخبه من رجال الاعمال المتميزه. اخترنا لكم اليوم السيد عبد الرحيم محمد سهل مانجينج دايركتور اوف رجب فودستاف تريدينج. استاذ عبد الرحيم مرحب فيك بدايه معنا في حلقه اليوم. حابين نتعرف عنك ونعرف الساده المشاهدين اكثر عن الاستاذ عبد الرحيم ورجب لتجاره المواد الغذائيه. مرحبا بكم. نحن تفضلوا اول شيء شركة الرجب للتجارة المواد الغذائية هي شركة تشتغل أنواع المواد الغذائية كلها ونزيد في دولة الإمارات العربية ونصدر ما شاء الله. يعني استيراد وتصدير في دولة الإمارات. أستاذ عبد الرحيم خبرنا أكثر عن بداية وتأسيس شركة رجب. بداية الشركة الوالد الله يحفظه هو اللي أسس الشركة سنة الثمانينات 1980s ويعني نحن وراه يعني كملت المسيرة المسيرة إن شاء الله وإن شاء الله بنكمل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا موجب رسالة شكر من برنامج رواد الأعمال أيضا وتحية خاصة للسيد الوالد إن شاء الله الله يحفظه ويطول عمره يا رب. خبرنا أكثر عن الأنواع اللي بتستوردوها الأنواع اللي بتصدروها الدول اللي بتتعاملوا معها في هذا المجال. نحن نتعامل كل الدول الخليج العربية ما فيها السعودية والعراق وقطر والكويت ونشتري كل هذه الدولات الإمارات خاصة ونصدر إلى بلادنا الصومال والأفريقيا كلها. يعني ما شاء الله. يعني الاستيراد يتم عبر دول الخليج وتصدير إلى دول أفريقيا في العالم. حابين أيضا نتعرف عن المميزات اللي عندكم في شركة رجب خصوصا في ظل المنافسة الموجودة في السوق حاليا. المميزاتنا هو الليمون الجاف والسمسم يعني كل الأنواع الغذائية لكن خاصة الليمون المجفف والسمسم والزنجبيل من أفريقيا. ما شاء الله. يعني يتم استيراده من أفريقيا. من أفريقيا نعم. تمام. حابين أيضا نعطي نصيحة للمستثمرين اللي حابين يستثمروا في إمارة دبي. الحكومة دبي تعدي المستثمرين التسهيلات دائما فعليا فعلا تقدم حكومة دبي طبعا جميع التسهيلات لجميع المستثمرين سواء من داخل أو من خارج دولة الإمارات الحبيبة. حابين أيضا نتعرف عن الرؤية المستقبلية والهدف اللي راسمينه في السنوات القادمة. نحن عندنا شركة رئيسية في دبي هو شركة رجب للتجارة المواد الغذائية وعندنا مستودعات في ميناء راشد. عندنا مستودع 80,000 سكوير فيت ما شاء الله وعندنا مستودعات برا على الميناء تقريبا 2 مستودع 11,000 سكوير فيت كل واحد. وإن شاء الله بالمستقبل نحن نهتم نفتح فروعات في مناطق الثانيات مثل أبو ظبي والشارقة. أكيد طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز أيضا في هذا المجال. حابين نتكلم أيضا عن دولة الإمارات والأمن والأمان اللي في دولة الإمارات وكيف ممكن يساعد على استقرار السوق خصوصا في هذه الأونة. أول شيء أريد أستفيد هذا اللقاء أنا أشكر الشيوخ الإمارات والشعب الإمارات إن إحنا عايشين هذا البلد كبلدنا الثاني. طبعاً أستاذ عبد الرحيم حابين نشكرك بدايةً على ظهورك معنا اليوم في حلقة برنامج رواد الأعمال وحابين أيضاً نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لرجب فودستاف تريد. الموقعنا الرئيسية هو السوق الكبير منطقة الراس وفيك تواصل عندنا ويب سايت رجب فودستاف trd.com والارقام التليفونات على جوجل تقدر. طبعا
طبعا جميع ارقام التواصل والموقع الالكتروني ايضا سوف يظهر اسفل الشاشه للمشاهدين. نشكرك مره اخرى على ظهورك معنا اليوم استاذ عبد الرحيم، كان لنا الشرف طبعا في تواجد معك في المكتب. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.